سلام الله عليكم الاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيا. شوفوا معنا في هذا الفيديو ديال دابا الرئة كيفاش غادي يوليو الرئتين ديال هذاك اللي كيكمي الكارو. تفرجوا في هذا الفيديو حتى الاخر. يلا ليتس جو. تفرجوا شوفوا الاضرار ديال التدخين كيف ما كتشوفوا. كيجي غادي نجيب واحد القطن نقي، غادي نديرو في ديك الكاسرونه، ومن بعد غادي ندير لها المغطى ديالها مزيان. من بعد غادي نجيب نبقاو نجيبو الكارو مورا كارو، لكن ديك داك القادوس اللي كتشوفو من اللور ديال ديك القارورة راه فيها واحد القادوس كيجبد النفس باش يدخل، باش يدخل ديك باش يدخل الدخان ديال الكارو لداخل، باش تشوفو دوك اللي كيكمي وهادي وهادي. شوفوا كيفاش غادي يوليو الرئتين ديالكم. جوج، ثلاثة، الرابع، الخامس، السادس، السابع، او حسبوا معايا، ثمانية، تسعة، 10. المهم دابا درنا 10 ديال الكوار، دخلنا الدخان ديالهم ب10 لداخل ديال ديك القارورة. 72، 74، شوف هذاك العدد اللي كيعد دابا، داك راه وصل 82، 83 بداك اللون الأحمر، راه قد وصلنا دابا 90 ديال الكارو، 90 ديال الكارو اللي دخلت تماك. 150، 150 كارو، 150، 200. الا غلطت ولا شي حاجه قولي لي شحال في الكومنتيرات اللي تفرجوا في الفيديو حتى الاخر. قولي لي شحال ديال الكارو درنا في ديك القاروره دابا. المهم راه وصلنا 350. شوف الاضرار ديال التدخين. كيجي دابا شي واحد مازال صغير وهادي وهادي وكيهز الكارو. انا اللي كنهضر معاكم دابا فايت لي كنت كنكمل، ولكن في التالي قطعت داك الشيء. ما فيهاش، كتمشي لك الصحه ديالك، يمشي لك الفلوس، كل شيء مشى، كل شيء مشى لك. الا تبعتي ديك البليه ديال الكارو هذيك راه غادي تداه، غادي تداه. الله يعفو على الجميع، هذا الشيء اللي نقول. الله يعفو على الجميع، الله يعفو على الجميع. شوفوا دابا داك القطن كيفاش ولا صفر، وفيه شي حاجه بحال الدم، شوفها بحال الدم، بحال تا حلاوت ديك اللي كيصوبوا بالتمر. الله يعفو على الجميع، الله يعفو علينا حتى حنا يا رب العالمين. الى اللقاء. شكرا لكم بزاف اللي تفرج في هذا الفيديو من الاول حتى الاخر، واللي تفرج فيه من الاول حتى النص، ولا اللي كيزرب وهكا كياكل فيها الدقائق وهذه وهذه. كنشكركم كاملين واحد واحد من هنا حتى لتماك فاش كتفرج في داك الفيديو ديال خوطه فلوغ. كنتمنى يعجبكم هادشي اللي كنحط، وما تنساوش بارطاجيو، نديروا البارطاج لداك الفيديو باش يوصل هذوك اللي كيكميو يشوفوا الرئتين ديالهم كيفاش غادي يوليو. والى اللقاء، الله يعاونكم.